مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعله في الوفا، كان فيه عطفه لليتامى ديفا، حن قلبي له فض شوقا إليه، ليس أوجو سوى شوبة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عرفت إن عندك موهبة، إيه موهبتك بقى؟ نشيد مصطفى. ممكن تقول النشيد؟ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعله في الوفا، كان فيه عطفه لليتامى ديفا، حن قلبي له فض شوقا إليه، ليس أوجو سوى شوبة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فاتها للنقى، وغدا وجهه ليه غلب مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. الجمال ده. ممكن تقول لي بقى اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ قول اسمك محمد ايه؟ محمد الخطيب محمد محمد سيدنا. عندك كم سنة يا محمد؟ عندي 11. 11 سنة. جبت بقى الصوت الحلو ده منين؟ من المدرسة. من المدرسة؟ مين اللي كان بيشجعك بقى؟ المس مين. مس مين دي عندك في المدرسة؟ طب حافظ حاجة من القرآن الكريم؟ حافظ وقال فرعون الزورين، بس مش حافظها كلها. ماشي، ممكن تقول الجزء اللي انت حافظه وتمام. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقالوا موسى إني عزت بربي وربكم، إني عزت بربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن في يوم الحساب. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانا، تقتلون رجلا، أتقتلون رجلا يقول ربي الله. استغفر الله العظيم. الله العظيم، إيه الجمال ده؟ تحب تقول إيه بقى للمس إيمان؟ إنها كانت بتشجعك، تحب تقولها إيه؟ أحب أقول لها شكرا يا مس. شكرا ليك أنت كمان. تعرف حابب تقول حاجة تاني؟ لا شكرا.